نعم. شيخ أحسن الله إليك، رجل طلق زوجته طلقتين وبعد الطلقة الثانية تزوجها رجل آخر، وهل يهدم زواج الثاني الطلقتين السابقتين إذا راجعها الرجل الأول بعد الثاني؟ سمعتم السؤال؟ طلق رجل امرأته مرتين ثم تزوجت بآخر ثم طلقها الآخر أو مات عنها ثم عادت للأول، فهل تستأنف العدد من جديد أو تبني على ما مضى؟ فالجواب أنها تبني على ما مضى، وليس للزوج الأول إلا طلقة واحدة في النكاح الجديد، وذلك لأن نكاح الزوج الثاني لم يؤثر شيئا، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت بآخر ودخل بها ثم مات عنها أو طلقها، فإنها تعود للأول على ثلاث طلقات يعني من جديد، لأن نكاح الثاني أحلها للأول بعد أن كانت حراما عليه. أما إذا كان قد طلقها مرتين فإن النكاح الثاني لم يحلها له لأنها حلال له سواء تزوجت أم لم تتزوج. نعم.